للإسلام. ولذلك سبق أنه ذكرنا حديث نعطيه بالمعنى وإن كان قد يكون باللفظ، أنه أشد الناس، لاحظوا، لا حب لهذا الدين مين؟ نعطي بالمعنى مين؟ هم أشد الناس كره إله قبل ما يدخلوا فيه، فلما بدخلوا فيه، شوفها، هم أشد الناس كره إله لما بدخلوا فيه، فلما بدخلوا تجدهم إيش؟ أشد الناس حب. زي قضية عمر بن الخطاب، والأمثلة اليوم اللي بنشوفها في الناس اللي كانوا بيرفعوا لواء العداء للإسلام وكانوا يفاجئوا الغربيين اليوم إنهم بيسلموا وبيدخلوا إيش بقوة. هذا القانون مستمر، الرحمة الربانية في تنزلها. لذلك هي مهما تلحظوا اليوم من قوة أحيانا في محاولة الوقوف في وجه الإسلام إعلاميا وغيره، إلا أن الله سبحانه وتعالى عليهم ألقى السحرة من أجل مين؟ من أجل البشرية. فالله سبحانه وتعالى من أجل البشرية كل يوم سنرى مثل هذه المواقف اللي يتسامع بها جماهير الأمم المختلفة. يعني مثلا اللي عمل الفيلم المسيء، هو في حدا غربي ما عرفش هذا وضج الإعلام وكذا الأخير. طب بعدين لما دخل في الإسلام، شوفوا مش أي شخص، وهي كل يوم نسمع بأشخاص كانوا بارزين في العداء ينتقلوا إلى الإسلام، ينتقل زي القسيس هذا برضو اللي مذكور الآن أخباره، كيف إنه كان قسيس يعني عالم وفعال ومعادي للفكرة الإسلامية، فجأة انتقل أسعار بيدعو. هذا القانون هيو. إذن هذا اختار الله هؤلاء، وهذا اللي بيفسر كيف اجتمعوا كلهم في مثل هذا الموقف وأعلنوا عن إيمانهم أمام الكل وتحدوا في تدخل القدر المحرك ألقي. شو فضلهم إذن؟ لا، هو الفضل أصلا لله، ولكن شو عاملين حتى اختارهم؟ معناته صادقين هذول في الأصل، فاختارهم الله. فالصادقين مما يكونوا على فكرة لم ممكن يختارهم، خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. وكان هناك تغير في الموقف فتنازعوا بينهم أمرهم بينهم وأسروا النجوى. الآن كان واضح لما قال لهم موسى عليه السلام ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. هذه الجملة والعبارة هزت قلوب الكثير منهم وأثرت، ثم كانت النتيجة مين أعطاها التأثير حسب ما منلاحظ أول الآيات؟ واضح في تدخل رباني، وإلا هذا غير معتاد. أنا بفهم واحد واثنين ثلاثة وأربعة، السحرة كلهم بإجماع تدخل، والتدخل الرباني هو بتوقف. لذلك المفاجآت، ولذلك على فكرة المعركة محسومة، لكن الناس بتجدهم يا سبحان الله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنكم تستعجلون. طبيعة الإنسان ولكنكم تستعجلون. طيب ممكن سؤال؟ آه، بس لتأكيد الفكرة، يعني إذن هم السحرة واضح إنه في انتقاء، هيك الفرضية يسر الله سبحانه وتعالى انتقاءهم لأنهم صادقين. أيوة، إذن في مقدمات من جهتهم. أيوة، يعني صادقين بالباطل ولكن إيش مخلصين. هم ما بيعرفوش إنه باطل. التدخل الرباني